القرار الذي اتخذته عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين بسحب جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم لم يثر غضب واستنكار البحرانيين في الداخل فحسب، بل أثار حفيظة المسلمين وغيرهم في الخارج. هذه الوقفة اليوم تعبر عن هذا، عن الدعم حقيقي من قبل إخوتنا المؤمنين من كافة أقطار الأرض الذين تجمعوا هنا في الماربل آرش، وعبروا عن رفضهم المطلق للخطوة التي اتخذتها العصابة الخليفية بحق سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بسحب جنسيته والتهديد بطرده. هذا الإجراء الجائر يعكس طبيعة الطغاة الدخلاء الذين يصبون جام حقدهم على أهل البلد الأصليين. دائما الطغاة هم هذا ديدنهم، كما كان صدام، كما كان الشاه، كما كان كل البلدان الطغاة دائما. ضعف الطغاة يحاول أن ينتزع قوة الأصالة، لذلك يسير على هذا المنهج. لكن عائلة آل خليفة لن تجني من وراء مثل هذا القرار التعسفي سوى الخيبة والخسران. اليوم حكام البحرين إذا كان لديهم من يشير عليهم ينبغي أن يعرفوا أن هذه الخطوة خطوة مناهضة لمصلحتهم، بل معاكسة لما يريدون، وسوف يندمون عليها بلا شك. الأصابع السعودية والدعم الخارجي لا تبدو بعيدة عما يحصل في البحرين من انتهاكات للحرمات واعتداء على مقام المرجعيات الدينية. Saudi Arabia is in occupation of Bahrain. Saudi Arabia is embarked on a genocide in Yemen and we are supporting it. My government down the road is supporting it. Now I think the people of this country are starting to wake up. هذا التمادي الخليفي أزال الغشاوة عن عيون من كان يعول على إمكانية إصلاح هذا النظام، وعزز من خيار اجتثاثه من أرض البحرين. بحماقتهم وغبائهم وبلاهتهم تعرضوا لمقام آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، فدفعوا البحرانيين للتوحد أكثر وللص الصفوف أكثر وللاتفاق على منهج كانوا مختلفين فيه، ألا وهو منهج المقاومة الذي به ستعاد العزة والكرامة ويتحرر الوطن ويصان العرض ويدحر ويهزم الإرهاب الخليفي ومرأي السعودي ومن حالفهم ودعمهم. شعب البحرين الذي فشل النظام في كسر إرادته طوال السنوات الماضية سيرد للخليفيين الصاع صاعين، وسيأتيهم من حيث لا يحتسب. قرار إسقاط الجنسية عن آية الله عيسى أحمد قاسم أثار غضبا واستنكارا في مختلف أنحاء العالم، ومنها تلك التي عبر عنها هؤلاء المعتصمون الذين حذروا سلطات البحرين من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء التعسفي. ساهر عربي للبحرين اليوم من ساحة مارب الآرش وسط العاصمة البريطانية لندن.